قاتلة الدبابات الغربية، كاسحة الألغام وحارقة وحدات المشاة، وحش بري مجنزر لا يعرف التوقف، قذائفه قادرة على تدمير فرق عسكرية بأكملها، وحضوره في ميدان الحرب كفيل بدب الرعب في صفوف الخصم. حلم سوفيتي أصبح واقعاً في عهد روسيا الحديثة، وما أنجزته على جبهات أوكرانية جعل حلف الناتو يعيد التفكير في مواجهة جيش بوتين. الدبابة T-90 والتي تلقبها وسائل إعلام غربية بالوحش هي أحدث دبابة في سلسلة تي الروسية والأقوى والأخطر عالمياً، والتي توصف بتايتانيك الحروب، فلا يمكن للصواريخ والقذائف ملامستها، ولا يمكن للألغام البرية أن تؤثر بها. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية للوحش الروسي المجنزر الدبابة T-90. كيف تقتل T-90 أهدافها؟ تعتبر دبابة T-90 الروسية فريدة من نوعها من حيث القدرات، إذ يمكن الاعتماد عليها إضافة لاستخدامها كدبابة قتال رئيسية، كمركبة للاستطلاع واكتشاف الأهداف المعادية وتدمير حقول الألغام ورأس حربة لوحدات المشاة الميكانيكية. تأتي الدبابة بمدفع رئيسي من طراز A-82، والذي يستخدم قذائف من عيار 125 ملم بمدى يصل إلى 14 كيلومتر، ومعدل إطلاق يبلغ 6 قذائف في الدقيقة الواحدة، ويقل معدل الإطلاق إلى النصف عند استخدام حشوات الدفع المضاعفة، والتي بوسعها تحقيق مدى رماية يصل إلى 21.5 كيلومتر، وعادة ما يتم استخدام هذا النوع من الرمايات لضرب الأهداف الثابتة والمحصنة كخطوط الإسناد لقوة العدو. ويمكن لذات المدفع استخدام أنواع أخرى من الذخائر كالقذائف الإنشطارية التي تنفجر قبل اصطدامها، والقذائف الخارقة للدروع والتحصينات، والقذائف الفراغية المخصصة لتدمير المباني ذات البنية المتينة. ليس هذا كل شيء، فهذا الوحش الخارق مزود بمدفع الرشاش من طراز KORD لمكافحة الطائرات متوسطة السرعة كالطائرات المسيرة والكاميكازي والدرونات التجسس، ويستخدم هذا الرشاش ذخائر من عيار 12.7 ملم، ويمكن التحكم به عن بعد. يبلغ معدل إطلاق النيران من هذا الرشاش نحو 650 طلقة في الدقيقة الواحدة بمدى يصل إلى 5500 متر. إلى جانب المدفع الرئيسي والرشاش المضاد للطائرات، تمتلك T-90 زوجاً من رشاشات BKT-19 يستخدم ذخائر من عيار 7.62 ملم مخصص لمكافحة المشاة والأفراد والمركبات الغير مصفحة. يصل معدل الرمي في هذا الرشاش إلى 1660 إطلاقة في الدقيقة الواحدة، ويصل مداه إلى 3200 متر. الأنظمة والتقنية الحربية. تتميز دبابة T-90 بأنظمة دفاعية متطورة، أحدها يطلق عليه اسم نظام شتورا للحماية النشطة، ويعني ذلك القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابة والقذائف الموجهة، وذلك بإطلاق صواريخ باتجاهها وتدميرها قبل وصولها إلى الدبابة. وتمتلك الدبابة نظام كونتاكت 5 الذي يقوم بمهمة تدمير الصواريخ والمقذوفات المعادية في حال تخطيها لنظام شتورا عند الطبقة الخارجية للدرع الرئيسي، إضافة لأنظمة حماية الطاقم من الهجمات البيولوجية والإشعاعية والفيضانات ونظام مكافحة الحرائق ذاتي. تمتلك T-90 نظاماً خاصاً بالمدفع يقرأ بيانات الهدف ويعمل على تحقيق أعلى دقة إصابة، ويساعد المسدد في اختيار معطيات التصويب المناسبة، ويرفع من معدل استقرار الدفع بنسبة 60% عن مدافع الدبابات التقليدية كT-72 وT-80. تم تجهيز الوحش الروسي بنظام رؤية مركزي للقائد والسائق معاً، حيث تعمل 6 كاميرات فيديو محيطة بالدبابة إضافة لنظام الرؤية بالأشعة الحمراء ثلاثي المراحل ونظام رسم خرائطي للمحيط، وجميع هذه المستقبلات البصرية تعمل بتزامن وتقدم الصور إلى أجهزة العرض ونظارة السائق، وتعطي رؤية بانورامية متصلة بزاوية تصل إلى 360 درجة وبمدى يتراوح من 5 كيلومترات وحتى 14 كيلومتر بحسب بيئة العمل. تحتوي الدبابة الروسية على أحدث أجهزة الاتصالات والقيادة والسيطرة الحديثة من الجيل الخامس الروسية، ومنظومة الاتصال والتوجيه بالأقمار الصناعية،
كما تم تجهيزها بأجهزة تحكم وقيادة نيران متطورة، وتعتمد على حساسات بالمقدمة وجانبي الدبابة ومستشعرات على البرج كله ومنظومة التحذير من الليزر المعادي، بالإضافة لوحدة رصد واستشعار الأحوال الجوية في أعلى البرج. وعند وجود تهديد في أي اتجاه، يتم التفاف البرج تلقائياً للتصدي له، سواء مركبة أو مقذوف معادي، وذلك بفضل المستشعرات والحساسات المختلفة، كما أنها مزودة بكمبيوتر معزز بتقنيات الذكاء الصناعية لتمييز الصديق والعدو ولمعرفة التهديدات وأولوية التعامل معها. نظرة عميقة على بدن وهيكل T90. يبلغ طول الدبابة T90 نحو 9.5 متر، وبعرض 3.7 متر، وارتفاع 2.2 متر، وبوزن إجمالي يبلغ 43 طناً، مما يجعلها واحدة من الدبابات ذات الكتلة الضخمة. لكن هذه الكتلة مدروسة بشكل فائق للغاية، حيث يمكنها حمل 69 مقذوفاً، إضافة لخزانات الوقود المدمجة في جوانب الدبابة ومؤخرتها، مما يتيح لها العمل بنطاق 6550 كم دون الحاجة للتزود بالوقود. ويوفر لها ارتفاعها البالغ 2.25 متر فقط قدرة على التخفي خلف التحصينات العسكرية والسواتر البسيطة، وباستطاعتها استغلال أي تضاريس لتكون مربضاً للقتال في كافة ميادين القتال دون أن تتمكن أسلحة العدو من استهدافها. أما المحرك فبمقدوره توليد قوة تبلغ 1250 حصاناً، ومع ربط هذا المحرك الجبار بعلبة تروس من 12 سرعة، تمكنت من تحقيق سرعة 52 كم في الساعة في الأراضي الوعرة، وسرعة 60 كم في الساعة عند السير على الطرق الممهدة. تحتاج T90 إلى طاقم مؤلف من 3 أفراد، هم قائد الدبابة والسائق والمدفعية، وفي النسخة T90MA يمكنهم قيادتها من خارج المركبة بواسطة مجموعة اتصال محمولة خاصة بكل عربة، تستطيع توجيهها والتحكم بها بشكل كامل ضمن نطاق 12 كيلومتر على غرار النظام المستخدم في الدبابة الشقيقة T14 راماتا. الدروع. إضافة لنظامي شتورا 1 وكونتاكت 5، تأتي T90 بنظام دروع يعرف باسم ريلكت، الذي يعتمد على مجموعة دروع متطورة جداً وخاصة في المقدمة، فهي خليط من سبائك السيراميك والمعادن والمواد المركبة، ويمكن زيادة التدريع باستخدام أحدث أجيال الدروع التفاعلية ملخت، التي يمكن تغييرها ويمكن وضعها على كل أنحاء الدبابة. أما الحماية من الخلف فيكون عن طريق دروع مركبة وتدريع شبكي للسماح بجودة التهوية للمحرك الموجود بالخلف، كما أنها تملك نظام إنذار وإخماد للحرائق الداخلية ونظام تنقية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل NBC. كما يمكن إضافة مكعبات TNT المعكوسة على سطح الهيكل الخارجي للدبابة، والتي تنفجر عند اصطدام المقذوفات المعادية مؤدية لتدميرها قبل أن تخترق الدبابة. التاريخ التشغيلي. في الحقيقة تعتبر T90 دبابة روسية مبنية على أساس الدبابة السوفيتية الشهيرة T72، لكن مع تحسينات تماشي التطور العسكري الحالي، بدأ إنتاجها في عام 1995، وخضعت لعمليات تطوير وتحسين عدة مرات، أبرزها كان في العامين 2001 و2017. وخلال الحرب الروسية الأوكرانية قدمت T90 أداء قتالي مبهرا، واستطاعت تأدية المهمات التي من المستحيل أن تؤديها دبابات T72 و T80 لولا أن طائرات بيرقدار الأوكرانية عملت على اصطياد بعضها وتدميرها بصواريخ جو أرض الموجهة بالليزر. وعانت الدبابة الروسية من انتكاسة كبرى في العام 2016 خلال تدمير نحو 5 منها خلال شهر واحد فقط، خلال مواجهات بين فصائل الثورة السورية وقوات روسيا ونظام الأسد في محافظة حلب شمال البلاد، حيث أظهرت تسجيلات فيديو الدبابة التي روجت لها روسيا حينها بأنها تايتانيك القوات البرية التي يستحيل تدميرها، وهي تنصهر حرفياً عند استخدامها بصواريخ T-71 التي تلقتها المعارضة السورية كدعم عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك للدبابة الروسية T90؟ وبرأيك هل تستحق البروباغندا الإعلامية التي أحدثتها روسيا لأجلها؟